حقيقة سعيد جدا جدا بالحفلة النهاردة ومبسوط برجوع الحفلات بجمهور. محمد حمائي يعيش نجاح جديده في حفل الساحل. بالشكل ده كانت أجواء حفل محمد حمائي في الساحل الشمالي يوم الجمعة واللي قابل فيه جمهوره المصري بعد غياب. حقيقة سعيد جدا جدا بالحفلة النهاردة ومبسوط برجوع الحفلات بجمهور، لأنه أنا طول الوقت بقول الفرق بين الحفلة بجمهور والحفلة اللي من غير جمهور زي الفرق بين الحفلة والبروفة. تفاعل الجمهور كان حلو وكان وحشني برضو جدا. فيدباك الأغاني اللي نزلت الحمد لله كان يعني سوفر حلو جدا، ناس حفظت بسرعة وكانوا بيغنوا معايا الأغاني الجديدة ودي يمكن أكتر حاجة بتبسطنا. فغير أغاني القديمة حمائي غنى جديده ضمن ألبوم يا فاتني زي أغنية تك اللي نزلت من أسبوعين واللي تفاعل الجمهور معاها بشكل كبير. والأغنية دي هي من ألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة اللي حضر الحفل وكان سعيد برد فعل الجمهور عليها. بصي، هو احنا قصدين في الألبوم ده أغاني معينة نجرب نغير شوية عن الناس متعودين عليه، وفي أغاني تاني اللي هي الكلاسيكية الطبيعية اللي الناس بتحب تسمعها من حمائي محافظين عليها برضه. فتك هي بقى اللي جربنا شوية تبقى نوع مفردات مختلفة شوية ونازلة في الصيف جو لطيف، أغنية خفيفة ومفرداتها جديدة. أمير طعيمة وعمرو مصطفى يعني زملاء وشركاء الكفاح كله من الأول، يعني وجهة نظر مختلفة برضو في الغزل وفي في المعاكسة، يعني المعاكسة اللطيفة يعني. وتعاون حماية قبل كده مع الثنائي ده بأغنية من البداية في 2019 والجمهور اتفاعل معاها في الليلة دي وغنوها معاه. ومش بس أمير طعيمة اللي كان حاضر، فخلال الحفل عزيز الشافعي انضم الحماية عشان يغنوا مع بعض أغنية زيها مين لأول مرة على المسرح واللي كان عزيز كاتبها وملحنها. مختلفة عليا شوية، فيها فكرة جديدة، فيها لغة جديدة في الغزل، يعني غزل من نوع مختلف. أما تامر حسين وأحمد إبراهيم فشفناهم معاه لما غنى لو هتسيب اللي تعاون فيها معاهم. حبيبي وانت وخد موضعنا والذكرى اللي عشنا. لو هتسيب أغنية من المنطقة اللي أنا بحبها، يعني من زي ما أقدرش أنساك من الأول، يعني من الأول خالص وأنا بحب اللون ده من الغنى، بحب أسمعه جدا من قبل ما أغني وبيأثر فيا. وأكيد حمائي مش ممكن يغني أغنية قدام الناس وما يولعش أجواء المسرح.